مؤتمر حركة البناء الوطني أعطى توجيه للقيادة بأن تنطلق في مبادرات حوار، مبادرات شراكة، مبادرات تعاون، مبادرات تحالفات من أجل الوطن، من أجل حماية أمنه واستقراره، من أجل الوقوف في وجه أي من يريد أن يمس بالمس بالنسيج وحدة النسيج الاجتماعي. سعدنا باستقبال إخوة في القيادة حركة البناء برئاسة السيد الوزير عبد القادر بن قرينة. نحن في كثير من النقاط يعني اتفقنا معهم باعتبار أن الجزائر محتاجة إلى قوى سياسية وسطية، قوى سياسية تعمل على تهدئة الجو وإعادة اللحمة و تمكين وتركيز وتقوية الجبهة الداخلية. أعتقد أنه لدينا نقاط كبيرة تتقاطع في تصورات